السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو. هذا اليوم غادي نحاول نديروا واحد التمرين بخصوص الاعداد العقديه. دونك درنا الدوره العاديه 2009، اليوم غنديروا الدوره الاستدراكيه. واضح؟ دونك لدينا التمرين هذا نعتبر في المستوى العقدي منسوب الى معلم متعامد منظم، يعني النقط A و B و C التي ألحقها على التوالي A بتيت B بتيت C، وكتب على الشكل المثلثي. مهم نعتبر الدوران غير في الدورة العادية داروا التحاكي، في الدورة الاستدراكية داروا الدوران. واضح؟ دونك حنا كناخدو تمارين على كل بخصوص كل التحويلات الاعتيادية اللي كاينين في الدرس. واضح؟ ما عليناش. دونك قبل ما نبداو التصحيح، يمكن لكم تحبسوا الفيديو وتخدموا ليكزارسيس، ومن بعد تكملوا الفيديو وتشوفوا لا كوريكسيون. دونك نبداو بالتصحيح على بركة الله. صحيح. اولا قال لك سيدي اكتب على الشكل المثلثي كل من العددين A و B. واضح؟ دونك شنو هو الشكل المثلثي؟ هو نكتب، دونك اذا كان زد كتكتب لي على شكل A بلس اي بي، فان الشكل المثلثي ديالو كتكتب لي على شكل زد كتساوي الموديول او المعيار ديال زد فوا الكوسينوس ديال تيتا بلس اي سينوس دو تيتا. واضح؟ بحيث هالتيتا هذه هي الزاويه اللي كيخلق ليها هذا العدد العقدي في لو روبير اورتونورمي، في هذا المعلم المتعامد المنظم. ما عليناش. نبداو بأ. اش كتساوي أ؟ أ كتساوي هي دو موان دو إي. هاد ماشي هاد أ، هادي غير ك غير باش نشرحوها وصافي. دونك نرجعو للتمرين ديالنا. دونك أ كتساوي دو موان دو إي. أول حاجة كنحسب المعيار. دونك المعيار ديال أ اش كيساوي؟ هو المعيار ديال جوج موان جوج إي. واضح؟ اش كيساوي؟ هو لوغاسين ديال ا كاري. دونك المعيار ديال زد، اذا كان زد كتكتب لي على شكل ا بلس اي بي، هو جذر مربع ا اسيد 2 زائد بي اسيد 2. واضح؟ هنا ا عندي ا، دونك هي 2 او كاري اللي هي 4 بلس 2 او كاري هي 4. دونك 4 بلس 4 سي راسين دو 8 اي تيغال ا 2 جذر مربع 2. واضح؟ دونك هذا هو الموديل دو ا. دونك كنمشي نكتب هاد ا هادي. دونك جوج موان جوج اي كتساوي، كنعمل بهذا المعيار، كنعمل بجوج غاسين دو دو فاكتور كنعمل به هنا. دونك الا عملت بدو غاسين دو دو اش غيبقى ليا؟ دونك غتبقى ليا ان سيو غاسين دو دو بلوس او موان ان سيو غاسين دو دو اي. واضح؟ اللي كتساوي، نبقى معمل بهذاك لو موديول، كتساوي هي لا غاسين دو دو سيغ دو بلوس غاسين دو دو سيغ دو اي. سمحوا لي هنا الموان. واضح؟ دونك ا كتساوي على هاد الشكل. دونك شنو هي الزاويه اللي درت لها الكوسينوس ديالك تعطيني غاسين دو دو سيغ دو، ودرت لي السينوس ديالك تعطيني موان غاسين دو دو سيغ دو. واضح؟ دونك ما عليناش. الا شفنا كيف ما شفنا في القاعده اللي من قبل، ان اذا كانت واحد عدد عقدي زد، هذاك كقاعده كيساوي اكس بلس اي ايغريك. واضح؟ فان لارغيمون ديال، ونفترض ان لارغيمون ديال زد كيساوي، العمده ديال زد كيساوي بون تيتا بترديد 2 بي. دونك كقاعده هذه راه شفناها، درناها في الفيديوهات اللي من قبل. واضح؟ الا كان لارغيمون ديال زد كيساوي هذا العجب هذا، فان لارغيمون ديال اش ديال اكس موان اي ايغريك. دونك الا كانت اكس بلس ايغريك كانت عندي عوض بلس كانت الموان. واضح؟ اش كتساوي؟ لارغيمون ديالها كيساوي هو موان تيتا. دونك إذا كانت إكس بلس إيكغيك فإن إكس موان إيكغيك لارغيمون ديالها هو موان تيتا. واضح؟ دونك إذا كانت موان إكس موان إيكغيك فإن لارغيمون ديالها، دونك هاد الطريق هادي هي لارغيمون. واضح؟ هاد دو سونس لارغيمون. موان إكس موان إيكغيك نفس هاد زيد هادي، غير درنا ليها موان موان. واضح؟ اش كتساوي؟ هي بي بلس تيتا. واضح الشباب؟ وإذا كانت غير موان إكس بلس إيكغيك فان لارغيمون ديالها او العمده ديالها هو بي موان تيتا. دونك هادو كاملين بترديد 2 بي. دونك الشباب هادو راه قاعده، ياك باش تبقاو تخدموا بهم في التمارين في امتحان، يعني ما عندكم حتى شي مشكل. دونك هادو راه قاعده باش تحاولوا تخدموا بهم. واضح الشباب؟ ما عيناش غنستعملوا هاد القضيه ديال اكس بلس اي ايغريك في هاد المثال ديالنا. عندي انا راسين دو دو سيغ دو موان راسين دو دو سيغ دو اي، وكيف ما كنعرفوا ان جذر مربع 2 سور 2 بلس
جدول مربع 2 سور 2 اي فوالا. يمكن لي نكتبها على شكل كوسينوس ديال بي سور 4 بلس اي سينوس ديال بي سور 4 فوالا. هكا كتكتب ليا. دونك عندي دابا العمدة، دونك لارغيمون ديال هذا، فإن لارغيمون ديال هاد غاسين دو دو أو دو موان دو اي بلس، معليناش لارغيمون ديال هذا فاش اش كيساوي ليا هو بي سور 4 واضح، هي بي سور 4. دونك إلا درت ليه موا، دوك رجعنا للمثال ديالنا، إلا كان فيه موا دونك موا يعني اكس موا اي ايكغيك، اشنو غادي ناخد؟ ناخد موان تيتا واضح. دونك في هذا المثال ديالنا فإن A اش غتساوي؟ هي 2 غاسين دو 2 فوا كوسينوس ديال بي سور 4، عوض بي سور 4 ملي كان عندي بلوس غتولي، ولات عندي موان دونك غتولي موان تيتا، يعني موان بي سور 4 واضح، بلوس اي سينوس ديال موان بي سور 4 واضح الشباب. دونك هذا هو الكتابة، الكتابة على الشكل المثلثي ديال العدد العقدي A، واضح الشباب. دونك نفس القضية غادي نحاول نخدمو بها في بي. دونك لدينا بي اش كتساوي؟ هي موان غاسين دو 3 سور 2 بلوس ان دومي اي واضح. ما عليناش، اول حاجة كندير كنحسب لارغيمون ديال بي او المعيار ديال بي اش كيساوي؟ هو لو غاسين كاري ديال جدر مربع 3 سور 2 لو تو او كاري اللي هي عطيني 3 سور 4 بلوس ان دومي او كاري سي ان سور 4 اتيكالا 4 سور 4 سي 1 دونك تيغالا ديريكتومون 1. دونك ومنه بي كتساوي، كنعمل بالموديول اللي هو 1 عامل غترجع تولي نفسها، هي موان غاسين دو 3 سور 2 بلوس ان دومي اي واضح. دونك شنا هي الزاوية الكوسينيس ديالها كيساوي موان غاسين دو 3 سور 2 ونفس الزاوية السينيس ديالها كيساوي ان دومي واضح. دونك بهاد الطريقة صعيبة، دونك غادي نردها، هي غاسين دو 3 سور 2 بلوس ان دومي اي. دونك شنا هي الزاوية إلا درت ليها، دونك شنا هي الزاوية درت ليها الكوسينس تعطيني غاسين دو 3 سور 2 أو ميم طون نفس الزاوية السينيس ديالها كيعطيني أن دومي. دونك حسب الدائرة المثلثية فإن الكوسينس كيساوي راسين دو 3 سور 2 يعني هو بي سور 6 ونفس بي سور 6 كيعطيني أن دومي في السينيس، دونك إكزاكتومون اللي هي بي سور 6 واضحة الشباب. دونك لارغيمون ديال هذا كيعطيني بي سور 6 حسب القاعدة. دونك عندي إكس هو غاسين دو 2 غاسين دو 3 سور 2 و إيكغيك هو أن دومي، دونك إكس بلس إيكغيك على شكل إكس بلس إيكغيك إي إيكغيك واضح. دونك أنا بغيت موان 3 يعني فين كاينة؟ يعني موان إكس، ها هي موان إكس بلس إي إيكغيك. دونك هاد لا كونديسيون هادي اللي عندي غادي نستعمل، يعني غادي ناخد ديك تيتا اللي كتساوي لي في اللحظة إكس بلس إيكغيك اللي عندي هنا، إكس بلس إيكغيك كتساوي بي سور 6 يعني غتولي بي موان بي سور 6. دونك عندي دونك ومنه فإن لارغيمون ديال اش؟ ديال موان غاسين دو 3 سور 2 بلوس ان دومي اي اش غيساوي؟ هو بي موان تيتا، تيتا هو بي سور 6 واضح، اللي غادي تساوي 6 بي ناقص 1 اللي هي 5 بي سور 6 واضح الشباب. دونك شنا هي الزاوية اللي ديالها الكوسينيس تعطيني موان راسين دو 3 سور 2 والسينيس كيعطيني ان دومي اللي هي اكزاكتومون ان فاكتور كوسينوس ديال 5 بي سور 6 بلوس اي سينوس ديال 5 بي سور 6 واضح الشباب. دونك الا بغينا غادي نتاكدوا منها، واش بصح كتعطيني موان راسين دو 3 سور 2 ولا لا، والسينيس ديالها نفس السينيس كيعطيني داك الشكل، ما عليناش. دونك شنو هي 5 بي سور 6؟ دونك هي هنا، دونك هي بي موان بي سور 6 كتكتبي على شكل بي موان بي سور 6، دونك ها هي 0 ها بي سور 2 ها بي، دونك ها هي بي موان بي سور 6 اللي هي هنايا. دونك ما عيناش الى جا الاسقاط ديالها هي لوبوزي ديال بي سور 6 بالنسبه لهاد لاكس هذا، دونك يعطيني في السينيس اللي هي ان دومي، ولكن في الكوسينوس غيعطيني هنا غاسين دو 3 سور 2 لوبوزي ديالها اللي هو موان غاسين دو 3 سور 2 اللي هي اكزاكتومون هاد الزاوية هادي واضح. دونك هاد الزاوية هادي هي ديك تيتا اللي كتساوي لينا 5 بي سور 6 دونك اكزاكتومون هاي. دونك كوسينيس ديال 5 بي سور 6 هي موان راسين دو 3 سور 2 اكزاكتومون، و سينيس كيعطيني ان دومي اللي هو نفسه واضح الشباب. ومنه فإن بي ها هو كتبتو على الشكل المثلثي اللي طلبوا منا واضح، ما عليناش. ندوزو السؤال الثاني اللي هو نعتبر الدوران الذي مركزه او
وزاويته 5 بي سور 6، شي مشكل ما عيناش. ليكن زد لاحق من النقطة ام، دونك نعتبر الدورة نكتبه هي اول حاجة هو اغ الذي مركزه او وزاويته 5 بي سور 6، دونك هذا هو الدور اللي غادي نخدمو به. ليكن زد لاحق النقطة ام المستوى، وزد بريم لاحق نقطة ام بريم صورة ام بالدوران اغ، يعني صورة ام هي ام بريم بالدوران اغ الذي مركزه او وزاويته 5 بي سور 6. واضح الشباب؟ دونك ام اللاحق ديالها هو زد، و ام بريم اللاحق ديالها هو زد بريم. واضح؟ دونك شنو قال لك سيدي؟ بين ان زد بريم كتساوي بي زد، دونك الف لنبين. معليش دابا ما كان انسيستيش على لا ريداكسيون، ماشي مشكل. لنبين ان زد بريم كتساوي بي زد. واضح؟ نرجعوا لهاد لا روتاسيون هادي، هاد الدوران هذا شنو هما الخاصيات ديالو؟ اول حاجه دونك هذا ايكيفالون، هاد لا روتاسيون ايكيفالون شنو؟ ان او ام الزاويه او ام او ام بريم، هاد الزاويه او ام او ام بريم اش كتساوي؟ توافق 5 بي سور 6 بترديد 2 بي. واضح؟ والموديول المعيار ديال او ام او المسافه او ام كتساوي المسافه او ام. دونك الا خدينا كمثال، دونك هادي هي البوان او، لا روتاسيون كما قلنا 5 بي سور 6 نعتبروها هي هادي، هادي هي الزاويه 5 بي سور 6. دونك النقطه ام الصوره ديالها هي ام بريم، دونك الزاويه اللي ما بين او ام او ام بريم ها هي او ام او ام بريم كتساوي 5 بي سور 6. والموديل يعني المسافه ما بين او ام او او ام بريم كيتساوي، يعني او ام كتساوي او ام بريم، ياك. دونك هادشي شنو كيعني؟ دونك حنا شنو بغينا نبينو؟ زد بريم. دونك بغينا نكتبوها ديال هذاك الشكل، ماليناش نكتبوها على شكل الحاق، دونك لارغيمون، باش يبان لنا حنا شنو غادي نخدمو. واضح؟ دونك اذا بنكتبوها على شكل ارغيمون كتساوي هي اللاحق ديال المتجه اللي غتوصل ليا، اللي هي زد ام موان زد او، زد ام بريم اللي هي زد بريم موان زد او اللي كيساوي ليا زيرو. واضح؟ سيغ زد ام موان زد زيرو اللي كيوافق 5 بي سيغ 6. واضح؟ بترديد 2 بي. او او ام او ام بريم اللي هو الموديول دو زد موان زد زيرو اتيغال الموديول دو زد بريم موان زد زيرو او زد او، دونك هو كيساوي زيرو. واضح الشباب؟ دونك هذا شنو كي يعني ليا؟ غنخلي لارغيمون نفسه هنا، زد بريم موان زد او ندير لها ردها كتساوي زيرو، زد بريم سور زد يوافق 5 بي سور 6 بترديد 2 بي. واضح؟ و الموديول دو زد بريم دونك هادي غتعطينا زيرو، يعني تبقى لي غير الموديل دو زد بريم، هنا غيبقى لي غير الموديل دو زد. دونك اذا الموديل دو زد بريم سور الموديل دو زد غيعطيني كتساوي 1، سور الموديل دو زد غيعطيني كتساوي 1. واضح؟ دونك باش شنو غادي نخدمو حنا باش نلقاو هذاك الشيء يطلبوا منا؟ دونك علاقة زد بريم بزد. واضح؟ دونك علاقة زد بزد بريم، دونك علاقة بهاد 5 بي سور 6 ما عليناش. شفنا في السؤال اللي من قبل ان بي اش كتساوي؟ لارغيمون ديال بي ديال بي كيساوي 5 بي سور 6. واضح؟ دونك يمكن لي نكتب هادي على شكل لارغيمون ديال بي. دونك فان بين الشباب، ياك. دونك هنا الشكل المثلثي ديال بي كيساوي هو كوسينس ديال 5 بي سور 6 بلس اي سينس ديال 5 بي سور 6، يعني لارغيمون ديال بي كيعطيني 5 بي سور 6. و 5 بي سور 6 شنو هي؟ اللي هي هادي، اللي هي الدوران او الزاويه ديال الدوران. واضح؟ دونك يمكن لي نعوض هاد 5 بي سور 6 نعوضها بلارغيمون ديال بي. واضح؟ نجي نعوضها، دونك نجي ناخذ هادي، دونك لارغيمون حيت هي باش غادي نخدم، دونك زد بريم سور زد كيساوي او يوافق، ماشي مشكل، 5 بي سور 6 اللي هي كما قلنا لارغيمون ديال بي، دونك هي لارغيمون ديال بي. واضح؟ دونك هاد القاعده هادي راه شفناها حنا في الدرس، اذا كان لارغيمون ديال ا كيساوي لارغيمون ديال بي فان ا كيساوي بي بترديد 2 بي، مفهوم؟ او اسمح لي، فان ا يساوي بي. واضح؟ ما عليناش. دونك انطلاقا من هذه، فان زد بريم سور زد كيساوي بي،
ومنه فإن الزد بريم اش كتساوي اللي هي بزد. واضح الشباب؟ دونك زد دي تجار اخرى عطاتني بزد، مفهوم؟ دونك هاني لقيت هذيك لا فورمي اللي بغاونا نديمونطري، هي ان الزد بريم كتساوي بزد، مفهوم؟ دونك السؤال الثاني اللي هو تحقق من ان النقطة سي هي صورة ا بدوران ار. دونك التحقق من النقطة سي، شنو هي سي؟ دونك عند سي هي هادي، هي ان موان غاسين دو تروا بلس ان غاسين دو تروا فاكتور اي، هي صورة ا بالدوران. دونك شنو غادي ندير؟ غادي نحاول نكتب داك الدوران اللي عندي. دونك ندير با، الدوران اللي عندي شنو هو؟ مركزه او، زاويته 5π/6. دونك كما قالوا هنا تحقق من ان النقطة سي هي صورة A، يعني صورة A كتساوي سي. واضح؟ اشنو كيعني كي هادو؟ نكتبو نفس لا كونديسيون، نفس الطريقة. دونك شنو كنعنيو؟ بأن لاغيمون أو الزاوية، نكتبوها هي الأولى، الزاوية أو A أو سي كتساوي 5π/6 بترديد 2π. واضح؟ والمسافة أو A أو الموديل دو أو A كيساوي الموديل أو سي. واضح الشباب؟ دونك التحقق يعني خصني نحاول نلقى السي، انها هي سو ان سي. دونك نحسب هذا العجب هذا، دونك نحسب بلاغيمون ونلقى سي كتساوي هذاك العجب، هذاك الشيء اللي عطاونا، مفهوم؟ دونك نلقى ان سي كتساوي هذا العجب هذا. واضح الشباب؟ دونك نمشي نعوض ونوضع السي كمجهول، مفهوم؟ دونك عندي انطلاقا من هذه الزاويه هذه، ان لاغيمون ديال زد سي موان زد او اللي كيساوي زيرو سيغ زد ا موان زد زيرو اللي كيساوي زيرو تا هو يوافق 5π/6، واضح؟ بترديد 2π. واضح الشباب؟ نزيد نسامبليفيوها، دونك هتولي هي لارغيمون سي كي كيفالون لارغيمون ديال زد سي موان زيرو سي زد سي سيغ زد ا، واضح؟ توافق 5π/6 بترديد 2π. دونك كيف ما كنعرفو في الدرس، الا كان لارغيمون ديال واحد زد كيساوي تيتا بترديد 2π، دونك هاد زد يمكن ليا نكتبو على شكل الموديول دو زد فوا الكوسينوس ديال هاد تيتا هادي بلس اي سينوس ديال ديك تيتا. واه دونك هذا هو، نكتبو على هاد الشكل المثلثي. واضح الشباب؟ ما عليناش، شنو كنعنيو بهاد زد؟ دونك سي كي ايكيفالون ان زد سي سيغ زد ا يمكن ليا نكتبو على شكل الموديول دو زد سي سيغ زد ا، واضح؟ اللي كتساوي عامل لي كوسينيس ديال 5π/6 بلس اي سينيس ديال 5π/6. واضح؟ ما عليناش، دونك هاد زد سي سيغ، دونك هاد لاغيمو هذا اللي كيتكتب لي على هاد الشكل هذا راه ديجا حسبناه، لقيناه هو بي، مفهوم؟ يعني ان زد سي سيغ زد ا كيساوي ديريكتومون بي. واضح؟ حيتاش اصلا بي لقيناه انه كتكتب لي على شكل بون كوسينوس ديال 5π/6 بلس اي سينوس ديال 5π/6. واضح؟ بي و بي عرفنا شحال كيساوي، كيساوي موان غاسين دو 3/2 بلس ان دومي اي. واضح الشباب؟ دونك هادي كاملة يمكن ليا نعوضها بلاصة بي، مفهوم؟ دونك زد سي، دونك هذا هو الشكل المثلثي، ولكن الشكل المثلثي كنوصل الشكل الجبري، مفهوم؟ الى عوض دابا هادي، شناهي كوسينوس ديال 5π/6؟ راه هي كيف ما شفنا في بي، 5π/6 اللي هي موان راسين دو 3/2، هي موان راسين دو 3/2، هاي نكتبوها، هاي زد سي سيغ زد أ كتساوي الموديل زد سي سيغ زد أ فوا موان راسين دو 3/2 بلوس أن دومي إي. واضح؟ وكيف ما كنعرفوا بأن هاد لاغيمون هو اونيك، يعني غتساوي ديريكتومون اللي هو بي، وبي عندنا حنا المعيار ديال بي كيساوي ان، دونك و زد سي سيغ زد ا يمكن لينا نمونطريوها انها كتساوي ان، حيتاش اصلا عندي انطلاقا من هاد العجب هذا ان زد ا موان زد او الموديل ديالو كيساوي الموديل ديال زد سي موان زد او، ياك؟ دونك زد او كيساوي زيرو، يعني زد ا كتساوي زد سي. واضح؟ دونك ومنه فان زد سي سيغ زد ا كيساوي واحد. واضح؟ هاد زد سي سيغ زد ا غيبقى ليا واحد، دونك اكزاكتومون ان زد سي سيغ زد ا كيساوي واحد، مفهوم؟ دونك كيساوي هو واحد،
عامل لي موان راسين دو تروا سيغ دو بلوس اي فوا ان دومي. واضح؟ دونك هادي شنو هي؟ اللي هي ديك بي، ما عليناش حنا، ماشي مشكل، غادي نخليوها هكذا. ايكيفالون كو زد سي عندي هو المجهول غيساوي، دونك زد ان نضربو في هاد العجبه تولي هي زد ا فوا موان راسين دو تروا سيغ دو بلوس ان دومي اي. واضح؟ دونك زد سي اش كيساوي؟ نعوض بالزد ا، اش كيساوي زد ا؟ هو دو موان دو اي فاكتور موان راسين دو تروا سيغ دو بلوس ان دومي اي. دونك غادي اونتخ بارونتيز اللي غادي تساوي، دونك جوست موان سامبليفيكاسيون، دو فوا هادي تعطيني هي موان راسين دو تروا، ياك؟ دو فوا هادي تعطيني هي بلوس اي. واضح؟ موان مع موان غتولي هي بلوس دو، غتختزل ليا مع دو غتولي هي راسين دو تروا اي. واضح؟ الموان موان دو غتختزل مع دو، اي مع اي غتعطيني موان زان، موان زان مع الموان سي بلوس، يعني بلوس ان. واضح؟ دونك ومنه فإن دونك لا بارتي ريال ولا بارتي ايماجينيغ اللي هي ان موان راسين دو تروا بلوس، نعمل بإي هنايا غتكون اي فاكتور ان بلوس راسين دو تروا. واضح؟ دونك هذه هي زد سي. ومنه فإن توصلنا لأن زد سي كتساوي ان موان راسين دو تروا بلوس اي، عامل لي ان بلوس راسين دو تروا اللي هي اكزاكتومون اللي عندي هنا في الشكل اللي عندي اللي عطاوني في التمرين. دونك زد سي كتساوي ان موان راسين دو تروا بلوس ان راسين دو تروا اي. فهم؟ دونك اكزاكتومون. واضح الشباب؟ ما عليناش السؤال اللي من بعد اللي هو بين ان لارغيمون ديال سي كيساوي لارغيمون ديال ا بلس لارغيمون ديال بي بترديد اثنان بي، ياك؟ وعندنا حنا قبل في الحساب الخاصيه فان لارغيمون، ما عليناش ندوز السؤال باء باء او جيم، دونك جيم، ياك؟ لدينا فان لارغيمون ديال زد سي موان زد او سوغ زد ا موان زد او، دونك او زد او كيساوي زيرو، يعني يكفي عندي لارغيمون ديال زد سي سوغ زد ا، دونك لارغيمون ديال زد سي سوغ زد ا. واضح؟ اش كيساوي؟ كيساوي خمسة بي سوغ سيس، وهاد خمسة بي سوغ سيس عرفناها من الأسئلة السابقة أنها هي لارغيمون ديال بي، دونك هي لارغيمون ديال زد بي أو بي. واضح؟ دونك يمكن نكتبها على شكل سي بي، دونك سو كي إيكيفالون هي لارغيمون. دونك كيما كنعرفو لارغيمون ديال لارغيمون ديال ا سيغ بي كيساوي هو لارغيمون ديال ا موان لارغيمون ديال بي. واضح؟ دونك تولي لي هي لارغيمون ديال سي او زد سي موان لارغيمون ديال زد ا او ا بتيت ا كتساوي لارغيمون ديال زد بي اللي هو او لارغيمون ديال بي. فهم؟ دونك سو كي ايكيفالون، دونك انا لارغيمون ديال سي غندي الجهة الاخرى تولي هي لارغيمون ديال ا بلوس لارغيمون ديال بي، ومنه اني وصلت داكشي اللي طلبوا مني. فهم؟ دونك ها هي، دونك ان لارغيمون ديال سي كتساوي لارغيمون ديال ا بلوس لارغيمون ديال بي بترديد اي ثاني بي. واضح؟ قلت ثم حدد عمدة العدد سي، دونك العمدة ديال العدد سي شنو هو؟ يعني لارغيمون ديال العدد سي، ما عليناش ترديد اي ثاني بي، دونك العمدة ديال العدد سي يعني لارغيمون ديال سي. دونك عندنا لارغيمون ديال سي اش كيساوي؟ كيساوي هو لارغيمون ديال ا بلس لارغيمون ديال بي. لارغيمون ديال ا عرفناه من قبل على حساب الشكل المثلثي اللي لقينا ديال ا. واضح؟ دونك ا كتبناه على الشكل المثلثي اللي هي موان بي سور 4، دونك غادي نعوضها، دونك هي لارغيمون هي موان بي سور 4، ولارغيمون ديال بي لقيناه هو 5 بي سور 6. واضح؟ 5 بي سور 6، دونك نجي نعوضها، دونك هي بلس 5 بي سور 6 اللي كتساوي دونك نوحد المقام اللي هو 12 سي 3 موان 3 بي 2 سي بلس 10. واضح؟ دونك موان 3 بلس 10 سي 7 بي، 7 بي سور 12 بترديد 2 بي. دونك ومنه ها هو الموديول ديال او المعيار او العمدة ديال سي. واضح؟ دونك العمدة ديال سي هو 5 بي، 5 بي سور 12. دونك قلت ثم استنتج الكوسينيس ديال 7 بي سور 12 و سينيس ديال 7 بي سور 12. دونك استنتاج، دونك ندير اقل من هادشي اللي لقيناه. دونك لارغيمون راه لقيناه، دونك لارغيمون ديال سي الا كان كيساوي لواحد الزاويه، دونك يمكن لي نكتب سي على شكل موديول دو سي فوا الكوسينيس ديال ديك تيتا اللي هي 7 بي سور 12 بلس اي سينيس ديال 7 بي سور 12. دونك هادي بحال هاكا صح، ياك؟ اولا نبدا بها، دونك ندير جيم لدينا،
سي كتكتب لي على شكل الموديل ديال سي بليس هاد العجب هذا. دونك الموديل دو سي عندي سي انا شنو كتساوي؟ اسمحوا لي سي كتساوي اللي هي ما عليناش اللي هي ان موان راسين دو 3 بلس ان بلس راسين دو 3 اي. دونك نو من هو الموديل دو سي اش كيساوي؟ هو لو راسين كاري ديال اش ديال هاد لابارتي او كاري اللي هي ان موان راسين دو 3 او كاري بلس ان بلس راسين دو 3 لو تو كاري. اش غتساوي؟ نحسب جوستومون دي كالكول هادي او كاري اللي هي ان بلس 3 موان 2 راسين دو 3 بلس لابارتي الاخرى اللي هي ان بلس 3 بلس 2 راسين دو 3. دونك راسين 2 راسين دو 3 مع موان 2 راسين دو 3 تمشي ليا. دونك 3 بلس 3 سي 6 6 7 8 دونك راسين دو 8 اللي كتساوي 2 راسين دو 2. دونك سي يمكن نكتب على شكل سي هو الموديول يعني نعمل ب 2 راسين دو 2 فاكتور نعمل في هاد لابارتي هادي. دونك الا عملت بيها غادي نقسم يعني ان موان راسين دو 3 سيغ 2 راسين دو 2 واضح بلس اي 1 بلس راسين دو 3 سيغ 2 راسين دو 2 مفهوم. دونك هو منو دونك نطلع هاديك ديك هاد لا راسين نحيدو من التحت غتولي هي 4 راسين دو 2 1 موان راسين دو 3 واضح بلس اي سيغ 4 1 بلس راسين دو 3 راسين دو 2 واضح. يمكن لي نخليها هكا او نسامبلي فيها ماشي مشكل نزيدو نبسطوها شويه. دونك لتحت غتكون هي 4 نيت دونك غتولي هي راسين دو 2 موان راسين دو 6 واضح بلس اي 4 في الدينوميناتور راسين دو 2 بلس راسين دو 6 واضح. دونك ومنه كيف ما قلنا بان السي كتكتب لي على شكل الموديل دو سي فوا الكوسينيس ديال 7 بي سور 6 او سور 12 بلس اي سينيس ديال 7 بي سور 12. دونك شنو هو الكوسينيس ديال 7 بي سور 12 وشنو هو السينيس اللي هو اكزاكتومون هاد لابارتي؟ هذا هو الكوسينيس ديال 7 بي سور 12 وهذا هو السينيس ديال 7 بي سور 12. دونك ومنه فان الكوسينيس ديال 7 بي سور 12 اش كيساوي؟ اللي هو راسين دو 2 موان راسين دو 6 سور 4 و سينيس ديال 7 بي سور 12 اش كيساوي؟ اللي هو راسين دو 2 بلس راسين دو 6 سور 4 واضح. دونك حنا توصلنا للاجوبه ديال هاد التمرين هذا. دونك وصلنا للنهايه ديال الفيديو نتمنى ان هادشي يكون واضح. اي حاجه ما واضحاش يمكن لكم تخليوها في التعليق. وهادشي اللي كاين وخليت لكم الراحه والسلام عليكم.